لكم أدركتم شيء مما قاله الشيخ سامي. هو يقول بأن المؤتمر الوطني كان ولي أمر، لكن العلماء إذا كان فهمته على هذا النحو، قال العلماء لم ينكروا على أعضاء المؤتمر أو على المؤتمر الوطني زيادته لمرتبات أعضائه، بينما بقية الشعب يعني لم يزاد في مرتباتهم. ثم قال ما أدري من أين هذه المعلومة، قال بأنه تحالف المفتي مع محمود جبريل في إعطاء المقاتلين منحة إلى آخر كلامه. أريد تعليقكم بهذا الصدد شيخ الفاضل. أولا إذا يعني ولي الأمر أنكر عليه ارتكب منكرا وأنكر عليه أو لم ينكر عليه فهو ولي أمر ما طالما ما زال موجودا، يعني في ذلك الوقت كان المؤتمر موجودا، ومع ارتكابه لهذا الخلل فإنه لا يبقى يعني ولي أمر، هذا شيء. والأمر الآخر نحن أنكرنا عليه، أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا يعني تكلمت مع أحد أعضاء المؤتمر في بيته وفي حضور مجموعة من الشباب والمشايخ والثوار، تقريبا كنا 20 شخص يعني، ولو شئت لسميته يعني، وقلت له أنا شخصيا يعني ليس عندي، وهذه أقولها حتى للأخ السائل، يعني أنا ليست عندي مشكلة أن يكون في الظروف التي يتوفر فيها المال والسيولة، ليس في هذا الظرف الحرج الآن، لكن في الظروف العادية أنا يعني أقتنع وأؤيد أن يكون يعني راتب عضو المؤتمر الوطني أو عضو البرلمان في أي دولة والقاضي ويعني مدير الشرطة الكبير مثلا، يعني أن تكون حياته هانئة وكريمة ومريحة. وهذا أيضا يعني القاضي مثلا، العلماء علماؤنا وفقهاؤنا يقولون لابد أن الإمام يجزل العطاء للقاضي من أجل أن يعني يكف نفسه وتطلعاته إلى ما في أيدي الناس. إذا كان القاضي يعيش حياة هنيئة وغني ومكتفي وأكثر من مكتفي، هذا لا يستطيع أحد أن يشتري ذمته يعني. أما إذا كان فقيرا أو محتاجا يعني ربما يكون هناك أناس صديقون يعني وصلوا مرتبة عالية من الصلاح والتقوى لا يشتريهم أحد في الفقر والغنى، ولكن ليس يعني أكثر الناس كذلك. ولكن أنا لمت هذا الأخ عضو المؤتمر، قلت له أنا لست معترضا على أن تكون رواتب أعضاء المؤتمر الوطني مرتفعة، ولكن يا ليتكم ناقشتم رواتب الناس في نفس الجلسة. يعني لا يلومك الناس بعد ذلك، أنا أناقش كم يأخذ الواحد منا كأعضاء مؤتمر، أنا لست عضو مؤتمر طبعا، كثير من الناس يظن أنني كنت عضوا في المؤتمر، أنا لم أكن عضوا في المؤتمر، ولكن أضرب المثال الآن فقط وأقول إذا كنا نحن أعضاء مؤتمر وناقشنا مسألة راتب عضو المؤتمر الوطني ليكن لنناقشها، ولكن يجب ألا نؤخر مناقشة رواتب الناس ورواتب المواطنين وتحديد الحد الأدنى الذي كان يعني شيئا مزريا في النظام السابق، ويجب أن نرفعه بما يليق بدولة نفطية غنية مثل ليبيا، إن كنا فعلا يعني جئنا لخدمة الناس كما قلنا لهم عندما يعني تقدمنا لهذا المكان وطلبنا من الناس أن يدعمونا وأن يعني يزكونا حتى نصل إلى هذا المكان، يجب أن نكون هكذا. وتكلمت بعد وصول الأمر إلى ما آل إليه بعد اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق والأزمة السيولة وانهيار الدينار الليبي، تكلمت في قناتكم المحترمة هذه في هذا المنبر وغيره، تكلمت على أنه ليس من النصح، عندما تكلمنا في موضوع النصح يا دكتور نعم صحيح تذكر نعم. قلت ليس من النصح الإمام أو المسؤول لرعيته أن يكون راتبه بهذا القدر من الارتفاع والناس طوابير في المصارف ولا يجدون لهم حلا، يعني هذا ليس من، وهذا قلته على الملأ أخي الكريم السائل، تكلمت بهذا يعني، ونسأل الله أن يعفو عنا إن قصرنا في نصح أو في إنكار أو في نعم. ولكن يعني هذه المخالفات وهذه المعاصي وهذه المظالم الفردية والجزئية عند جماهير أهل العلم لا تسقط ولاية الأمر الشرعي كما هو مقرر في كتب أهل السنة والجماعة وفقهائهم. أحسن الله إليكم.